بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لتوقعات المباراة، يعني أعتقد من فهمي وتحليلي للفرق إلى حد ما، يعني مش متخصص أوي، ولكن أقدر أقول إن شاء الله الفوز لمصر بإذن الله، وإن كنت لا أحب التوقعات، بس بتمنى طبعا دائما إن مصر يكون موفق. وزي ما قلت مرة قبل كده فيما يخص المنتخب، لا هو إحنا يعني حاليا المفروض إحنا كلنا بنقف ورا المنتخب، ولكن في سلبيات كتيرة جدا جدا، والاختيارات واشياء كتيرة، ولكن حاليا المفروض احنا مش هنتكلم في اي حاجة، لكن هنقول ان احنا بنساند اي لاعب في اي مركز المدرب هيحطه، وفي النهاية نتمنى طبعا التوفيق. ولكن احنا الفرقة، انا شايف ان هما 3 أو 4 في الفرقة فقط هما اللي هيأدوا اداء متميز، فبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقه ويكون الفوز حليفنا، لان طبعا مهما كان الماتش النهاردة يعني اقل مجموعات الدوره والفرق والمجموعه بتاعتنا، فاعتقد ان شاء الله الفوز يكون حليفنا، ويكون لصلاح باذن الله نصيب الاكبر، حتى لو ما احرز اهداف يكون دوره مؤثر في صناعه الاهداف باذن الله ان شاء الله. طيب نصيحه جايبها النهارده للاعبين، تحب تقول للاعبين ايه؟ وبلد النهارده، في بلد محمد صلاح النهارده يعني هيتابعوا الماتش ازاي، او المباراه النهارده هتبقى رد فعلهم عليها ايه؟ والله انا بالنسبه للعيبه بنقول لها يعني اعتقد مفيش افضل من ان البطوله تكون في بالنسبه للعيبه بنقول لها يعني اعتقد مفيش افضل من ان البطوله تكون في ارضنا، وتكون في يعني في احضاننا، وبالتالي مطالبين ببذل كل جهد، وبعيد عن الفرق قويه، لكن لابد يكون في جهد مبذول بشكل اكبر على اساس ان البطوله ما تطلعش من مصر. واحنا يمكن لنا انا بالتحديد ليا رغبه خاصه في ان البطوله ما تطلعش من مصر لحاجه تانية احنا هنستفيد بيها، الى جانب طبعا حصولنا على البطوله الثامنه لامم افريقيا، الا ان هتفيدنا نقطه تانية مهمه جدا، اللي هي نقطه ان محمد ان شاء الله لو وفقنا ووصلنا خدنا بطوله امم افريقيا، اعتقد محمد يكون له نصيب بشكل كبير جدا في حصوله على افضل لاعب في العالم 2019، وخاصه كمان لو ربنا وفقه طبعا وخد هداف البطوله او خد افضل لاعب في البطوله، كل الحاجات دي هتفرق مع محمد كتير مع حصوله على دوري ابطال اوروبا مع ليفربول، اعتقد هيبقى من بالشكل الكبير يعني يكون هو صاحب الكره الذهبيه 2019 باذن الله. علشان كده احنا املنا كبير في ربنا، واملنا كبير في لاعبتنا ان هي تجتهد وتحاول بكل السبل، وان احنا ان شاء الله يكون كاس الامم الافريقيه ان شاء الله يكون من نصيبنا باذن الله. بالنسبه للبلد واستعداداتها، هي طبعا نجريج جزء من مصر وجزء من الشعب نسال الاهداف، لكن طبعا استعدادات في الكافتريات الناس كلها مستعده، واستعدادات في مركز الشباب وفي البيوت، يعني انا واحد على سبيل المثال انا بحب اتفرج في البيت، ما بحبش اتفرج في الاماكن المجمعه، بس اتفرج في هدوء شويه. ولكن بعد المباراه ان شاء الله نتمنى يكون الجماهير بتحتفل بفوز مصر ان شاء الله، وبعدد وافر من الاهداف باذن الله، ويكون لمحمد نصيب اكبر في احراز الاهداف، واعتقد هتبقى الفرحه انت هتشوفها وتتابعها ان شاء الله، هتكون فرحه كبيره جدا بالنسبه لمصر وبالنسبه للاهلي نجريج خاصه. Thank you.